النهارده بيثبتوا للدنيا كلها تاني ان هم مش عايزين يسيبوا البلد دي في حالها. للاسف الشديد عايزين يفضلوا ورا بلدنا وعايزين يوقعوا البلد دي. النهارده بنشوف الصحافه البريطانيه والامريكيه استبقت نتائج التحقيقات وطلعت وقالت ان في قنابل في الطياره وان القنبله انفجرت وهي السبب، وبداوا يلغوا في رحلات الطيران لمصر. هم فاكرين ان هم عايزين يوقعوا عبد الفتاح السيسي، والحقيقه ان الموضوع اكبر بكتير، موضوع دوله. لما السياحه تنضرب اكتر ما هي مطلوبه، انا وانتوا واولادنا واخواتنا هم اللي بيتاثروا، اقتصاد مصر هو اللي بيتاثر. المستهدف النهارده هو الدوله المصريه، وهم حطوا هدفهم شخص عبد الفتاح السيسي ممثل الاراده المصريه. عايزين يبعدوا عنه الناس تاني، عايزين يكرهوا الناس فيه عشان يبعدوا عنه. بس الشعب المصري واعي وفاهم. النهارده من حقنا نسال انجلترا، نسال الامريكان اللي قالوا عندنا معلومات ونجحوا بسرعه جدا يعرفوا ان الموضوع انه قنبله. طب ليه ما عرفتوش نتيجه التحقيقات في الطياره المصريه اللي كان عليها محمد البطوطي و120 ضابط مصري وواعد في امريكا سنه 1999؟ في نتائج التحقيقات بتاعتها اشمعنى قعدتوا عشان تعرفوا نتائج حادثه لوكيربي من 93 او من 92 ل 99 ولبعد 99؟ اشمعنى النتائج دي اتعرفت؟ طيب طالما انتوا كان عندكم معلومات او عارفين معلومات ان في قنبله هتستهدف الطياره الروسيه، بما ان في تحالف دولي لمواجهه الارهاب زي ما بتقولوا، بما ان في تنسيق امني لمكافحه الارهاب زي ما بتقولوا، ما مدتوش مصر بالمعلومات دي ليه؟ ما قلتوش لمصر ان ممكن هيحصل حاجه زي كده ليه؟ ولا انتوا عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط بالبلد كده زي ما بنقول؟ ولا انتوا بتصفوا حساباتكم مع روسيا على حساب الشعب المصري والدوله المصريه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انتوا مش عاجبكم الموقف الروسي في سوريا؟ مش عاجبكم التدخل الروسي في الشرق الاوسط؟ مش عاجبكم ان مصر ما بقتش تلجا لكم في السلاح وبتروح تجيب من روسيا ومن فرنسا ومن هنا ومن هنا؟ ده كله مش عاجبكم فبتبداوا تعملوا كده. ردنا على الكلام ده لازم يكون موقفنا مع الدولة المصرية.